يا اسطى. ايوه ايوه مين؟ افتح يا صالح، انا نوسه. نوسه اللي جابك بدري كده؟ الحق هندي يا صالح. هندي مالها؟ حامل ورايحه تسقط. انت بتقولي ايه؟ زي ما بقول لك كده، الحق اعمل معروف. لا انت ما تخلفش. يلا بس يا صالح. طب انا فين؟ هقول لك واحنا ماشيين. يلا عادي. ايوه ايوه ايه صالح فيه؟ استنى فين؟ انت مش هنا يا هند. يا هند مش هنا، مش هنا. ما رحت فين؟ مش عارف، صحيت ما لقيتهاش. رحت عند تاني الزمالك. يا صالح قول لي بس في ايه. البس البس وانا هقول لك في الطريق. البس. حاضر حاضر. رحت فين؟ مش كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مش كده. مش لازم نجيب سيرة قدامه عن أي حاجة. جرى يا نوسة، أنا فين ولا فين؟ البس بسرعة يا عم. عشان خاطر إيه؟ عايزين نلحق البيت. هنلحقها إن شاء الله، ربنا يستر. ما تقلقش يا صالح، زمانها جت على هنا. يا رب يا نوسة. خير يا نوسة، ما فتحتيش ليه؟ يا أخويا افتح أنت، مش مشكلة. يا أنت ما جاتش. ما جاتش؟ لا. بنت ما جاتش يا نوسة، تكون راحت فين؟ هتكون راحت فين يعني يا صالح؟ زمانها جاي. طب انا رايح مركز، عندي محاضره. محاضره ايه يا عم؟ ما تستنى لما اطمن على البنت راحت فين. معلش هند، عارفه كويس جدا بتعمل ايه. انا اذنكم. اذننا؟ ايه البرود ده؟ محاضره زي ومركز زي الوقت. تعالى بس، تعالى روق، تعالى بس. اقعد. ما في حد يعمل كده. معلش تعالى يا صالح، بس اقعد روق بس. عمل ايه يا نوسه؟ انا هفضل قاعد كده؟ اديني التليفون. ربنا يستر. برضه ما بتردش. يلا يا بدر. على التليفون وبعد التليفون مش بتجيش. اخت سعاده الباشا اتخطفت ومش عارفين نوصلها. غرز محدش بيقول التليفون اتقفل. بقول تعالى معايا، تعالى معايا. وانت يا زمان يا مين؟ يا بدر انجز واطلع. مين وقف؟ وقف قدرنا نوصل لمكان الموبايل. طب الحمد لله. مستنيه يا باشا. يلا بينا يلا بينا. مفيش. يلا اتفضل. Y obviamente cuando hablamos de la literatura española tienen que hablar Lorca, Márquez, Borges.
Cervantes. Y obviamente, toda esta gente... Gente. Discúlpame, lo siento. Ben Alem Hosmo. Como les decía, bueno... Hay que hablar de esta gente. اسعد الباشا هند اختي موجوده هنا. ما تقلقش ان شاء الله خير. طب فين؟ مساح لي يا ابني انت اهو المكان ده كويس جدا. انت بروح كويس. لا بروح. خليك انت استنى انت هنا. ما تقلقش. ربنا هيستر يا صالح. ربنا هيستر ان شاء الله. ربنا هيستر يا قولي بقى هتعزمني على الغدا هنا ولا هتفضل تقولي بقى انا بحب اكل من ايدك طبيخك زي السكر الكلمتين اللي بتفضل تقولهم دول الو مين هيا نوسه يخرب بيت جمال امي وعينك بس بتعمل ايه يا ناقص يا ابن الناقص اروح خلاص خدنا الفلوس قوم يلا بقى قوم يلا بدل ما ياخدونا زمشي خدها معايا مفيش أي حس ولا خبر عنها فين الموبايل ده يا فندم؟ الموبايل ده بتاع أختك آه ده صورة سليمان جوز أختي كده يبقى المعلومات بتاعتنا صح طب قول عمل إيه يا باشا؟ لو سمحت أيوه هو صفت لبن فين؟ نعم صفت لبن صفت اللبن أيوه زي ما أنت على طول كده خش يمين طب تمام شكرا شكرا, شكرا. الو ايوه يا نوسه لقينا الموبايل على الشارع طب تمام الحمد لله وهند لسه طيب طب قولي لي انتوا فين بالظبط ايوه العمل يا سعاده الباشا في واحده موتوره جوه موتوره فين يالا بسرعه يا ابني هند مالك يا بنت تمام يا فندم العيله بنته محتاجين يسعف في اسرع وقت مرحبا هند فوقي يا ماما فوقي يلا صالح تعالى نشيلها من هنا اسند معايا مالك يا بنت
مدام كويسة بس للأسف الجنين مات. شد حيلك.